الحكومة الفرنسية. هذه الحكومة، هذه الدولة التي ذبحت عشر هذا الشعب لم تنسى بعد، ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب يبني في نفسه هذا الواقع. وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية، وخصوصا أعلى سلطة في هذه البلاد، وقلنا لهم كفانا حرب الجزائر، حاربتنا 8 سنوات، ذبحتوا منا 1.5 مليون، يكفي.